الكلمة الآن للفريق الاشتراكي. في هذه اللجنة ما تكلموش في لجنة أخرى؟ هاي الوقت بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين. يشرفوني باسم الفريق الاشتراكي أن أتدخل لأعبر عن موقف فريق حول الميزانية الفرعية لوزارة العدل التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع، على أن تتولى الأخت نزهة العلوي التناول الكلمة بالنسبة لباقي القطاعات الأخرى. السيد الرئيس، في بداية الأمر لا بد من الإشارة إلى المجهودات القيمة التي تقوم بها الوزارة لإصلاح جهاز العدالة برمته، وذلك انسجام مع الإرادة السياسية النابعة من أعلى سلطة في البلاد، وكذا الوضوح والشفافية التي اتسم بها من العرض تقديمه للسيد وزير العدل أمام أعضاء اللجنة المختصة بمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2010، من أجل الارتقاء بهذا الجهاز إلى ما تطمح إليه بلادنا. السيد الرئيس، إننا في فريق اشتراكي مجلس النواب نرى بأن السياسة التي نهجها وزارة العدل في معالجة موضوع القضاء جد مهمة وناجعة، فبعد مرحلة التشخيص العميق لأوضاع القضاء ونظام العدالة بكيفية عامة، تعقبتها مرحلة إصلاح المحاكم من خلال تقوية بنيتها التحتية وتجهيزها وتحديثها للقيام بدورها الواعد في الإصلاح، وتكوين وتوفير الموارد البشرية الضرورية، وذلك عن طريق فتح أوراش مختلفة ومهمة همت بالأساس التكوين لفائدة العاملين في حق القضاء، وكذلك خلق علاقات ثنائية من أجل تبادل الخبرات، إلى غير ذلك من المجهودات التي قامت بها الوزارة تنفيذ للإرادة الملكية السامية. ثم جاءت مرحلة الإصلاح المؤسساتي، حيث أقدمت الوزارة على التشاور مع كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالموضوع من أجل تمكين المغرب من قضاء نزيه ومستقل باعتباره دعامة أساسية للديمقراطية ولتكريس دولة الحق والقانون. وعلى إثر ذلك شرعت الوزارة في إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية مثل قانون المجلس على القضاء، والقانون الأساسي لرجال القضاء، مشروع قانون الأساسي لمدرسة وزارة العدل، مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، إلى غير ذلك من المشاريع التي تعتزم الوزارة عرضها على البرلمان، والذي نلتمس نحن في فريق الاشتراكي إدراجها في أقرب وقت ممكن. ونؤكد أيضا نحن في فريق الاشتراكي على ضرورة تعجيل المسائل التالية: تأمين بنيات الاستقبال حتى يسهم ولوج خدمات قطاع العدل. ثانيا، التسريع بإحداث الخط الأخضر لتلقي الشكايات، ونأمل من الجميع أن يستعملوا بطريقة معقلة وفعالة والعمل على تتبع الشكايات التي تتلقى الوزارة عبر هذا الخط. ثالثا، إلغاء قضاء الجماعات والمقاطعات، وهو ما يعرف محاكم الجماعات والمقاطعات بحكام الجماعات والمقاطعات بعد أن أصبح متجاوز بحكم التطورات الشرعية. رابعا أو خامسا، تفعيل الدور المفتشية العامة، وذلك بزيادة عدد المفتشين لكي تقوم بدورها في التأطير والتخليق. كما نأمل بأن يبدأ الإصلاح المعنوي أولا بالاهتمام بالأوضاع المادية والمعنوية لمن ينفذ هذا الإصلاح، وأقصد العاملين في حق القضاء، وبأن يتبع المجلس الأعلى للقضاء مسطرة موضوعية ونزيهة وواضحة عند اتخاذه لقراراته، خاصة منها المتعلق بتعيين المسؤولين القضائيين لما لها من أهمية بالغة في التخليق. واعتبار لما يتطلبه ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، فلا بد من تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين وكذلك المواطنين من أجل تحقيقه والوصول إلى قضاء نزيه ومستقل يساهم في التنمية وجلب الاستثمارات ويضمن المحاكم العادلة ويعيد الثقة للمواطنين. وعلى ذكر استقلال القضاء، نسجل في الفريق الاشتراكي على أن مسطرة تنقيط القضاة الموكولة رأساء المحاكم على اختلاف أنواعها وللوكلاء العام من الملك ووكلاء الملك تمس بهذه الاستقلالية ويتعين إعادة النظر فيها، كما أن التدخل المباشر للوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك والتشاور معهم من طرف نوابهم يؤثر سلبا على استقلالية القضاء الواقف ويتعين إعادة النظر فيه، وبالتالي فإن هذه المسألتين تعتبران من المعيقات للجهود المبذولة لضمان استقلالية القضاء. أما بخصوص مادة 16 موضوع الأسرة، يسجل التعاطي الإيجابي لوزارة العدل بخصوص تقديم هذا المشروع قانون يعدل هذه المادة، والذي يوجد الآن لدى الأمان العام للحكومة. علاوة على ذلك، نسجل نفس تعامل الإيجاب مع صندوق التكافل العائلي، ونأمل من باقي المتدخلين في هذا الموضوع وعلى رأس الوزارة الأولى أن تعمل على الإسراع بإخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود
بعد أن قامت وزارة العدل بما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك. سأكتفي بهذا القدر وأترك الأخت نزال علوي لمواصلة المداخلة بخصوص القطاعات الأخرى، وشكرا. شكرا.